السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الأعزاء في قناة وصفات وحية الحسنة. اليوم أحبائي الأعزاء نقدم لكم واحد الوصفة اللي كتعالج ألم ديال الأذنين بطريقة بسيطة وسهلة جدا. هاد الطريقة هذه اللي كنحتاجوا فيها زيت العود اللي كتواجد عندنا في جميع البيوت ديالنا. طريقة الاستعمال وهي غادي ناخذوا معلقة ديالنا بحال هذا الشكل هذا، وغادي نقطروا ثلاثه القطرات ديال زيت العود في الاذن ديالنا. الا عندنا البره يعني السورنج غنحيدوا منها الشوكه ديالها وغتبقى السورنج، وغادي نجروا الزيت وغادي نقطروا ثلاثه القطرات في الاذن ديالنا. زيت العود هي مفيده جدا للاذن ديال الانسان لانها كتنقي من الشوائب اللي كتكون موجوده في الاذن، وكتخلص من الالم ديال الاذن اللي كيكون الم مزعج في بعض الاحيان، وكيكون الم عيف في الليل اللي تيكون الطبيب صعب اننا نمشيو عنده في الليل، وتيجينا الالم ديال الاذنين شويه صعيب وخاصه عند الاطفال. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه اللي كتخص زيت العود، لان زيت العود مفيده بزاف، مفيده حتى بالنسبه لانها كتنظف المسالك ديال التنفسيه ما بين الحنجره والانف والاذن. كنتمنى احبائي الاعزاء تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه هذه وتجربوها بالشفاء ان شاء الله، وتزوروني في القناه ديالي باش تتبعوا الوصفات اللي كنعطي يوميا ان شاء الله. والى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.